شنو كريتي هادي مو بزافير هادي؟ خديجة النملي 47 مليون هادي نخليوها في لاليست تاع الطونس. سمعتك الله. وي فاطمة نسكون هاد نسرين عاود تاني. اويلي نسرين الشرقي؟ ما هاديك دخليها دخليها. اهلا وسهلا مادموزيل الشرقي. اهلا تفضلي. لاباس عليك؟ كي دايره؟ بخير. تشربي شي حاجه او ساده؟ لا شكرا. اهلا وسهلا سي الشرقي الله يرحمه. احسن كليان داز عندي انا في هذه البنكه، احسن رجل الدار الكبيره، القلب الكبير، يدو ديما في جيبو سبحان الله العظيم. ولكن لا ما تهزي الهم لتا شي حاجه، ما تهزي الهم لتا شي حاجه. لا انا هنا الا ما تستشرقي انا هنا. املاكك الاموال كلها في الحفظ والصون. كوني هانيه جوستوم. انا بغيت نهضر مع المحامي بابا. علاش انت المحامي؟ علاش هذا المحامي؟ اش غديري بالمحامي؟ علاش المحامي؟ اش غادي يضيع لك الوقت المصاريف؟ كل نهار في محكمه ويقدر يدفع لك التليفون كاع. انا كنت نكون المحامي. لا حيت السي البارودي. مبيدي علاش بس السي البارودي؟ ولا السي البارودي مكاح لي هذا كاع. انا بغيت نقول لك مادموزيل الشرقي ثقيله شي شويه. هاد مادموزيل الشرقي تمشي نقدر نقول لك ها. بغيت نقول لك نسرين، المشكل اللي ما فاهمهش انت واللي فيه مشكل كبير كاع بزاف هو انه من بعد الموت ديال السي الشرقي بزاف الناس غادي يطمعوا لك في الورد ديالك، سواء كانوا قراب ولا بعاد. هاد الشيء انت اللي ما بغيتيش يدخل لك للراس، ما بغيتيش تفهم. انا ما فاهمه والو حيت عاد جيت من لندن. ها جوستومون الباون طالع تما شي شويه طالع. كاين واحد المشكل. المشكل هو شنو المشكل؟ ايوا لا اله الا الله محمد رسول الله. الاملاك ديالك يعني سري كلها تقدر تاخذها لك الدوله. علاش؟ لانه السي الشرقي الله يرحمه ما كانش كيخلص ضريبه في الوقت. هذه اولا. ثانيا المحامي، احنا باقيين كنهضروا فيها، المحامي كان كيدير بعض التلاعبات وكان كيتعطل في شي حوايج ويقدر في اي لحظه يجيك السيزون. دابا شنو نعمل؟ شكون اللي عارف شنو غادي يعمل؟ انا راه مثلا ما عارفش شنو غادي الصراحه هي هذه. ولكن انا غادي نلقى شي حل. فكر معاك. انا كيبان لي نسرين انت خصك شي واحد اللي يوقف جنبك، خصك شي واحد اللي يكون كيما حداك انت، شي واحد اللي يكون جام، شي واحد ولد عائله ومستر عليه الله وخدام فهمتيني، يكون مسمرقع طويل عنده قوي ديما خدام في بنكه وسط بنكه اللي قبل لك لي زافير ديالك هنا ولا هي ايه ها فين هي؟ الضباب في لندن. ها انت ضحكي مع راسك، ضحكي كيما لا ربي. انت كاين واحد البيت شعري ديال واحد الشاعر كيعجبني كيقول بان. اهلا السلام عليكم. اهلا عمي منين جيتي؟ اش بغيتي؟ منين جيتي؟ اهلا وسهلا. جيت من ليه؟ من لندن. سبحان الله العظيم عمي، هذا قايد متقاعد هو كيمشي لندن. عمي كنقدم لك المرحوم، كنقدم لك المحروم البنت السي المرحوم السي الشرقي الكليان اللي كان احسن واحد في البنكه نسرين. المهم السي جواد انا غنمشي دابا، من بعد نتصل بك باش نهضروا على المشكل ديالي. شكرا. انا والله ما كنفهم عمي، ما كنفهمش هاد الناس. انا المحامي ديالك اتصل بينا، المحامي ديالك. علاش هاد المجيء عمي؟ ايوا جيت غير باش الله يرضي عليك نهز الحساب ديالي من هاد البنك اللي انت فيها ونحطوه في بنك اخر. علاش اودي؟ علاش؟ لا والو ولدي، غير شترى مزيانه حتى نهار وما طالو انت حاط عينيك على الحساب ديالي اشنو دخلت اشنو خرجت، وكتهزك شي كله كتمشي تقولو لبنتي باك فعل باك ترك. وشترى مزيانه ولدي، والطعام اللي شركناه. لا ما تحلف يا سيدي صدقناه. دابا انت حاس باللي شي حصيصه جاياني
حط عليها العين وليدي. دابا هذا الكركاس عمي كامل غادي يحط العين على زوج فرانك. زوج فرانك ايه، وغدا يوليو 4 فرانك، ومن بعد غدا، ومن بعد الكون ديالي كله يمشي لندن. شايف لندن وليدي عندنا بعض الطني يتمع عمي الله يهديك لندن. على كل حال مع السلامة. عمي الله يعاونك. عمنا ويعاونك. جوج فرانك كنقابلها لك انا، انت في بلاصتي والله ما تزكلت الهمزه هذه بالله. الشقيقه ديال الفلوس الشقيقه. او ما قالوا ما قالوا. الو با مجد فين؟ في المطار طاير عاوتاني. فين هذه المره؟ البرازيل اخويا. واسمع اسمع 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 على ديك السيده اللي عاودت لك عليها. اسمع، عندها سيدي عندها فيرما ديال الخيل في بوزنيقه، وعندها فيرما اخرى ديال النحل هذه في قلبي، وعندها فيرما اخرى هذيك واحده مسدوده ديال البابوش وداك الشيء بزاف، وعندها سيدي وزين ديال الحرير في عين السباه، وفيرما ديال دوده القز في صفراء. اسمع بلا ما نهضروا على داك الشيء القصاريات وهذا الشيء، وعندها فيرما سيدي ديال الزرع في اسبانيا، هي 2500 درهم في الشهر اللي كتجيبها. اسمح لي يا اخويا، كاين الفرق، كاين الفرق. عاد هذه نزيدوا عليها اسيدي. شوف ها الوراق قدامي انايا، الوراق قدامي دابا، وهذا الشيء راه بزاف عليا انايا. يلاه دخلت انا ما ارتحيت ما حتى شي حاجه. ان شاء الله غدا في الصباح، غدا في الصباح غادي نكون في البيرو مع 9:40 كاع. جي لعندي ان شاء الله وغادي نتذكروا ونهضروا. لا لا هادشي ديال النوار انا ما تبقاش تجبدوا لي. الله يرحمك. هو هذا. يلا اسيدي، سفر سعيد، بون فواياج، بسلامه. جود سافا سافا. بلا ما تقلق راسك بزاف مع الخدمه. شكون خلاك ما تقلقش من الصباح ملي كتفيق وانت في تمره. ها حبيبه، ها ما كتسالي على التمره حبيبه. نخرج انا وياك نتعشاو على برا، تبدل شويه الجو. لا انا نتعشاي لداخل. انا جو تانفيت صافي. انا عرض عليك، انا عافاك. اش تعرضي عليا؟ شنو غتعرضي عليا كاع؟ ها بيتزا ب 60 درهم. واش عارف الناس فين وصلوا؟ واش عارف الناس فين مشات؟ الناس فين 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 عايشه؟ والنحل عباد الله، النحل 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 كيحنحن. انا نوجد لك شي حاجه. ما توجد لي، ما نوجد لك، ما باغيش ناكل صافي. وانا بغيت نتعشى. تعشاي يوم ما غدوش ليا بلا بيك. دوز انا ما ندواز، انا دوز لك. الله يرحم باك. والله بزاف هاد الجعه، وما تجلس معايا، ما تهضر معايا، ما تعطيني وقت. هذه راه ما بقاتش عيشه. انا والسعديه هذه ماشي عيشه. ها هما ديالتيني، ها هما ديالتيني. هادشي راه ما بقاش يسكت عليه الواحد. انا راه بقى فيا ما يصبر. مبارك ما تبقاش شي كطعن في راسك، راه باقي نعسان جداد. الله يهديك. اش من عرسان؟ الله يهديك رحمه. اش من عرسان؟ راه قرب يكملوا العام. ويكملوا حتى عامين، حتى 3 سنين باقي عاد يولفوا بعضياتهم. وحتى لاين حتى يولفوا ونولفوا تحت الصداع ديالهم. لا لا لا، القلقة بنتي سلمى مسكينة درويجة ومؤدبة ومصوابة وما غتعادي حد. داك حقر على مسخوط الوالدين هذا، بلا ما يحشم بلا ما يراعي. للأسف هذا الرجال الله يهديهم، غير كيلقاو البنت تحت يديهم وكتبغيهم صافي كيبداو يلعبوا عليها العشرة. أو كيبدا كيتسيف عليها كتر شي من اللي ملياش. خلاص عرفك مبارك. لا لا لا، غير كملي كملي كملي. ملي كتبان ليه شي همزه اخرى. عندي دابا تحطي فيها. ملي كتبان ليه شي همزه، والهمزه عنده في لندن. في لندن؟ لندن. من المغرب لبريطانيا. عاود ليا كيفاش. ربي خليني ساكت حزن. ايوا اوعى عاود ليا، شنو هي اللي في لندن؟ شنو هي؟ انا غنعاود لك بحال الغرفه. اليوم مشيت عنده البنك، دخلت عنده البيرو على غفله، وانا لقى عنده واحد الفتاه ايه في الجمال. قلت له يا كيتبركوا مع راسهم وكيهضروا كيهضر، وسير لي داشي بيناتهم. مشيت بزنيسه عندهم في لندن. مشيت على غفله. وماشي عيب عليك مبارك، ماشي عيب. راجل بقدك وقامتك وفايت كنتي قايد، وتمشي تسس على السيد في البيرو ديالو، في المكتب ديالو، بلا تليفون بلا موعد بلا والو. لا لا حشوم عليك، عيب، حيد منك هاد القاعده. راه ما نكملش معاك هكا، اسمح لي يا عفاك. شرب اتاي او ما قالوا ما قالوا.
كنشكرك يا جواد بزاف، والله ما كنت نعرف شنو نعمل بلا بيك. ما كاينش مشكل، عرفتي انت بعدا اليوم كل ما جيتيش كنت نتخاصم انا وياك. تخاصم معايا انا؟ معلوم تخاصم معاك انت، ماشي المهم غادي نتقلقش شويه بصح. شنو درتي ليا في ذاك السي البارودي المحامي ديال الباك؟ لا 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 انا جريت على السي البارودي، انا اول عليك انت. معليش حتى انا اول عليك انت. توصلتي انت ولي غادي نحطو عندي هنايا، كوني هاني الاملاك ديال كلها ها هي صافي. انا واش انا غادي نبقى معاهم في البنكه كنضيع الوقت انا وانت ولا حتى تالي؟ وي فاطمه شنو؟ قال لا المدير ما يعولش عليا، ما يشوف على ما يعول، لا ما يعولش عليا. الا بغانا لا يجي عندي مالو، جوج خطوات وكون جي انا، كون جي عباد الله، غنمشي لندن، غنمشي عند الباوند عاصمة الضباب. شنو كنا كنقولوا هذه سرين؟ ما قالوا ما قالوا. قول يا ولدي يا مشت. نعم عمي. دابا انت وجواد بحال الخوت ياك؟ شويه زعما مره كنتشافوا كنشربوا قهوه كيعاود ليا كنعاود ليه. يعني خوت في كل شيء، في التحرميات، في النفاق، في الكذوب ياك. وي لا باش هاد الهضره انا ما هضرتش معاك. لا فافا زعما بغى يقول بلي زعما حنا باقيين جون ومقاربين في العمر، زعما فين التفليه والضحك وداك الشيء ياك عمي. واش ما لاحظتيش بلي جواد عيني خرجوا من الشواري ورجليه حوالو؟ ما فهمتش. يعني بغيت نقول ما لاحظتيش بلي عينيه زاغو؟ زاغو هما على غير زيغو، هذاك راه من نهار جا لهاد الدار هادي هو كله زايغ. الراجل كيشوف الفلوس وعينيه كيدلاو. ايه ايه حبيبة عندك الحق، عندك الحق يا حبيبة. حبيبة يحبك البراس يطلق سكتنا سكتنا. معلومة عزيزي، الصرف صايب. معلوم صايب، كل شيء ولا صايب. وانت وليدي ما لاحظتيش بلي جواد توا ولا صايب؟ ما عرفتش. انا بغيت نسالك سؤال وليدي، هاد العائله اللي انت فيها واش ما كتهمكش؟ صارحني. هي كتهمني عمي، كتهمني. ايوا صارحني وليدي. الصراحه جواد تلقى مع واحد السيده وعندها بزاف ديال الفلوس في البنك. كيفاش؟ من امتى هاد الشيء؟ ما عرفتش. انا ما قال لي والو، ما هضرش معاه في التليفون، ما عرفتش عندها شي خشه. ياك راه عيصات ما كان كتسولني انا. انا الحمد لله انا غير معلم، عندي قسم فيه غير الدراري وما عندهم صرف وسايبين. وسكت سكت من دو الناس طلب الشتا. الشتا قالت الشتا ديك النهار قالت الشتا تهضر الفيضان انايا وتقدري الشتا. اش من شتا راه طلب انايا؟ بقيت تضحك عليا قدام الناس انا. شنو عمي دابا كتحلف عليا؟ كنت كتحلف عليا والله كون ما كنت قايل يا تندعيها. دايرها وليدي دايرها، ونمشي انا وياك حتى للمحكمه ونقيدوا بها وندخلوها للحبس. كنت حلم مجد. شنو كتعرف على هاد البنت؟ كليانه في البنكه. كليانه هو مالو معاها؟ اش باغي منها؟ منها هي والو. والحمد لله. ولكن فلوسها طامع على فلوسها. هادي قلت الراجل راه طامع بحال ديما. بحال ديما كما كنطلع عليكم في سلمى قبل ما تجوج ب اي والله يلعن البرقاقه. لا شفتي بابا على زهر عند سلمى؟ الزهر هذاك راه ماشي الزهر، قلت العقل. واش عباد الله المره انا عييت ما نصح فيها، عييت ما نقولها الراجل اللي مبني مدهنه ويتسابق معاك على المرايه ما تيحيش فيه سرها. ولكن بلاتي ها هي غتجي وتشوفوا الا ما الفرقه هذا الرمانه. ايوا لا ايوا اياكم ثم اياكم تفرقوا هذا الرمانه. واش بغيتي تبغي تموت ليا في عنقي انا ولا؟ سالي اهلا اهلا بالعزيزه بنتي. شكون هادي اللي غتموت؟ لا ما كيجيش الموت بنتي، غير هو وما تخلعيش ها، غير الفار ولا عندنا في الدار وراه عيسى غادي يشري الدواء ما تخافيش. عيسى الله يخليك، غادي تنوض دابا تمشي تشري الدواء. عرفتي جواد ما كيحملش الفيمن في الدار.
ويلي يا عباد الله صافي هادشي اللي خاصنا بقى تفايا بلا قزبر. عندها الحق جواد ما تيحملش الفار ديال الدار. زيتي عليه دوك الفيران ديال لندن اللي كلهم زعر وبمهم بارد وعيقي والاخوة الفاض الزعفر خو زعتر او ما قالوا ما قالوا. ايه اش كديري اش كتقراي؟ غير واحد الدوسي قربت نسى عليه. مزيان مزيان. عرفتي انا جيت عندك يا بنتي؟ لا بابا. انتي وجواد شنو غادي ديروا؟ كيفاش شنو غادي نديروا؟ غادي نديروا وليدات ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. لا ماشي قصدي هذا. بغيت تقول زعما شنو غادي دابا حاليا شنو غتعملوا دابا؟ اه بابا راك عارف انا بابا خدمتي مليوحه في قنت وجواد في قنت. الا بغيت غير نشوفو خاصني ننزل في الويكاند ولا ناخد عطله؟ وعلى ديك العطله علاش ما تسافريش انت ويا شي بلاد تتمتعوا مع روسكم؟ وياها بابا راه داكشي اللي كنا غنديرو، ولكن حتى لاخر لحظه جواد جاتو ميسو خاصو يسافر لندن. لندن آه. حيانا على لندن. هاي 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 اسمعي بنيتي، الانسان في هذا الوقت كيخصو يكون قافز وحاضر راسو. كاينه بابا ها كاينه، ولا سمع شي خبيرات ضروري خصو يفهمها. بابا جواد وقعت لي شي حاجه؟ ما وقعت لي حتى شي حاجه، مبرع مع راسو. ايوا فين هو بابا المشكل؟ فين هو المشكل بابا؟ قتلتيني بالخلعه الا كان جواد مبرع، فين هو المشكل؟ ايوا ولكن ما يتبرعش هو وحده، خصك تبرعي معاه حتى انت. وياه بابا وياه. شوف انا كنثق فيه وانا عارفة كيبغيني. يبغيك ويسافر بلا بيك. بابا جواد ماشي بوحدو، راه معاه الكليان. وهذا الكليان بنيتي هو اللي فيه الدغل. كيفاش بابا فيه الدغل؟ شنو زعما كذاب؟ كتار شفار. يا بنيتي فين قريتي؟ فين فين هاد الفهمة ديالك؟ فين فهمت يا بابا؟ قول لي شنو؟ وكليانة كليانة مرا جميلة ولاباس عليها وجدابة وعاطية العين، فهميني. ودابا كاع ما غيبقى يفكر فيا هو في لندن. اه معلوم صافي عندي دابا فهمتيني. مزيان دابا غيكون ملاهي في الخدمة معاه وكاع ما غيديها فيا. في الخدمة مع من؟ مع الكليانة. ملاهي معاه في الخدمة؟ إيه. ناري عباد الله، واش نسرق حوايجي ولا نطيح راسي مع الحيط ولا اش ندير؟ اسمع كلاخ. او ما قالوا ما قالوا. قلبي اري اري، انا راه عارفه داك العفريت دير بحال البرطال يشرب من الخصة ويبات في العرصة. هادشي فين ريحة العيالات؟ وريحة غالية. وباش عرفتيها غالية؟ عندنا هادشي في ديوتي فري. اش كديروا في بيت اختكم؟ كترولوا؟ والو غي كنحيدوا الوسخ من التصبيغ. الوسخ؟ الله يجعلني نتك. اسمعوا البنات الله يرضى عليكم الله يهديكم، فعاود اللي تقلبوا في حوايج راجل اختكم وتجبدوا شي دليل باش تفرقوهم، بالعكس جلسوا معاه علموه كيفاش يحبها، قنعوه جلسوا معاها هي، خليوها تثق في راسها باش تثق فيه. حتى لين المرأة تبقى تبع الراجل، ما عندها تشغل في الدنيا، تبقى تبع غير هو حاضيه. راه غلط هذا الشيء اللي كديروا. انا بعدا كنثق في عيسى وعيسى كيثق فيا. الله يكمل عليك بالخير. شي انا وعيسى دايرين بحال حنينيه في كف رقيق. انا سي با دي تو مون كا، انا وماج درما تفرقنا غير الموت. الله ينجيكم داك الشيء اللي باغيه حتى انا. المهم شوفين انا خذوا مني غير مثل، انا ديما ثيقه في الراجل الاول، بقيت ثيقه فيه ثيقه فيه ثيقه فيه حتى مات، حتى تاكدت وتيقنت بانه مات، وجلست واحد المده عام عاد خديتي بابا. والحمد لله خديت باباكم شايفه معاه ايام وسبع ايام، عرفتي الثقه بيناتنا
الله يدومها علينا. ها عارفني مرا مسؤوله، كندخل كنخرج كنسافر، هو كذلك. عيتوا ما تنعروا، عيتوا ما تقلبوا وتنبشوا باش تفارقونا. ساعه ما صورت والو. انا بون، جمعوا داك الحوايج وردوهم بلاصتهم وسدوا بيتختكم الله يهديكم. ليس لو شامو اسي. انا كنتقف مبارك راجلي الاول وراجلي 17 وقلبي حنان. صراحه المراه عندها الصح. ها المراه عندها الصح. شكون هاد المراه؟ مولات لو شامو. اش بغات تعنيني قلبي؟ شنو هذا؟ هاك على مسيو جواد مشى بعيد. شنو؟ دو بيي لندن مع شي وحده سميتها نسرين. هاي 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 شتي وتنا اختي ما غنخليش ليه اختي تبقى عنده ليله وحده. حنا ما باغين نفرقوا حتى حد هنايا. شنو كديري؟ غنعيط لسلمى من نيميرو كاشي. الو مدام سلمى، هادي مرت مسيو جواد. معك نسرين. شكون نسرين؟ او ما قالوا ما قالوا. خاصك ولا لا؟ حبيبه تسلم عليك ستك، قلت لك غنجيبو لك. حاجه كلشي مزيان؟ دوخه نسيو تكون تك الدوخه. اهلا اهلا اهلا. كي دايره؟ لاباس عليك؟ كي دايره؟ الناس معاك؟ الله يهدي. هذه مدموزيل الشرقي نادي زفر في لندن ان شاء الله. فريده عيانه شويه ما جاتش اليوم. واه عيانه مسكينه. وحتى مجد بقى حداها. مجد مجد راجل فريده بيلوت معاهم في وسلمى. السلام عليكم. السلام عليكم. عندي لك واحد المفاجاه. الله يهدي. مرحبا. الله يهدي. قريب قريب. حاجه غدا عند ولدك ما شاء الله. قارتيه مسكين. فرحانه نسرين؟ معلوم فرحانه. لا فرحانه. فرحانة. لا لا بصح فرحانة بزاف. حتى انا فرحان بزاف. عرفتي انا يا انسرين، انا معك. ما عرفتش علاش مرتاح. انا معك. انا خصك ترتقي فيا وغادي غادي نخرجك من الهم والشقيقه وتوصلي للسعاده، تعيشي في السعاده معايا. معك انت؟ معلوم معايا انا يا مالك. تي شنو؟ نعسي لي على جنب الراحه وانا غادي نكون الراجل ديالك. ديال رجل الاعمال ديالك. انا غادي نقابل لك كل شيء. الزفر ديالك هنا واللي على برا وكل شيء. انت كوني هانيه. وعلاش هادشي؟ علاش هادشي؟ علاش هادشي؟ انا ملي شفتك وانا كنفكر في دابا، كنفكر في المستقبل، كنفكر في باش نشوف معاك بعيد. شوفي واش فهمتي يعني؟ ما فهمتش. واي ولكن عرفتي حتى حبست فيا الهضره. الله بغيت نقول لك ولكن ما تفهمينيش غلط. لا ما فهمكش غلط. لا لا بصح ما تفهمينيش غلط. لا جواد انا فهمك مزيان. واخا نص مرة مزمق. اسمحي لي جواد. اسمح لي واحد دقيقة انا مجا. الله يا ودي. الله يا ودي نسمح لك دقيقة جوج دقائق. خذي راحتك، حنا غير في الطيارة مسافرين بزوج، نبقاو بزوج. هذه لها مزارات مثلا. جواد. انا واجد. انا واجد. واجد. هذا الخاتم. هذا الخاتم جبتو ليك. خاتم. لا ما تقولش لي الخاتم. خاتم. لا حبيبي عوضيني عوضيني حبيبي. لا عجبك؟ غزال 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 غزال. حبيبي انا كانت عندي العين ودابا جبت لي الحاج. جبت الحاجب ومازال نجيب لك واحد اخر اللي عندك جوج ديال العينين. ركب لك الخاتم. ركبوا لي الخاتم. شكرا حبيبي. لا يخطك عليا. مبروك مبروك. يخليك حبيبي. فرحت لك يا جواد. فرحت لي. لا يخطك. شكرا. انا بابا ديما تيقول لي
هاد جواد غادي يفاجئك شينا. ايوا شنو المفاجأة؟ مفاجأة واعرة وترسات فيا. لا لا سي مبارك تبارك الله كيتيق فيا بطبيعة الحال. حبيبي حتى أنا كنتيق فيك. أه حبيبي لا لي خطيك. وأنا كنبغيك بزاف. حتى أنا حتى أنا حبيبي كنبغيك. حتى أنا كنبغيك. حبيبي الكاتبة ديالك عيطات ليا وقالت ليا راه جواد كيتسناك باش تسافري مع لندن، علاش ما قلتيهاش ليا انت؟ بغيت ندير لك مفاجأة هنايا اللي قلت للكاتبة، قلت لها قلت لها تعيط لك وتقول لك هذا الشيء. جواد. نعم حبيبي. أنت غدار. أنا غدار؟ علاش غدار؟ كيفاش غدار؟ ما قلتيش ليا الكاتبة ديالك سميتها نسرين. هما قالوا